معي عبر الهاتف من دبي الأكاديمي الدكتور حسن قايد صبيحي والمطلع المتابع للشأن اليمني. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور حسن. إذا في حتى اعتراف حوثي واضح وإقرار بهزيمته بجبهة الساحل الغربي، ولكن وفرار لقيادات، ولكن مع هذا في محاولات ما زالت مستمرة بالحديدة، قطع شوارع مع تقدم القوات الشرعية. بأي مرحلة نحن اليوم وفق متابعتك دكتور حسن؟ أي مرحلة من عملية الحسم هذا؟ الحقيقة أنه أهمية ميناء الحديدة بالنسبة للحوثيين وبالنسبة للانقلابيين كبيرة جدا، وخسارتهم للحديدة معناها خسارة تقريبا قولي أنت 70% ممكن من اللي هو وجودهم الحقيقي في اليمن. الحديدة كانت خلال الفترة الماضية هي سريان الحياة بالنسبة للانقلابيين، يعني كل احتياجاتهم المادية والغذائية وبطبيعة الحال تهريب الأسلحة التي الآن يستخدمونها بما فيها الصواريخ، ففي الغالب معظمها جاءت عن طريق الحديدة، لأن الحديدة كان في قرار يعني إجماع فيه على أساس أنها تظل الحديدة مفتوحة حتى تستطيع الأخوة في الشمال الحصول على احتياجاتهم، وكمان دعم المادي والغذائي اللي كان تقدمه منظمات الأغذية والأمم المتحدة لدعم الاحتياجات المواطنين العاديين الذين حوصروا بالفعل في المناطق هذه، واللي اختطفهم اللي هم ايش الحركة الحوثية، اختطفوا اليمن الشمالي بأكمله. هذه المسألة الآن ضغط هذا الآن يواجهه الحوثيين في كل الجبهات بيشكل بالفعل بداية النهاية لكل الانقلاب من أساسه. الحديدة أهميتها هي أنها بطبيعة الحال كانت المنفذ الوحيد اللي يحصل عليه الحوثيين سواء كان من الأسلحة أو الأغذية أو من الإمداد اللي كانت إيران تقوم به. نحن الآن أرس ما تبقى بالفعل من هذه المواجهة في الحديدة هو أنه القيادات الحوثية الكبيرة بدأت تنسحب من وقت مبكر، وتركت الناس اللي هي المقاتلين المساكين دول اللي جمعوهم هو يواجهوا بالفعل ايش قوة الجبهة الجنوبية الغربية في تحالف نعم أبناء الحديدة. وبهذا بطبيعة الحال يعني نستطيع نقول أنه جزء كبير جدا من المهمة الآن هي تكاد تكون يعني سللت بالنجاح، وفي غضون يعني إيش يمكن ساعات سوف تستسلم الحديدة أو غضون اليوم. أبناء الحديدة دكتور حسن إلى أي درجة لهم دور؟ هناك طبعا دعوات كثيرة للانتفاض على جماعة الحوثي الإيرانية، إلى أي درجة سيكون لهم دور في هذه المرحلة الحاسمة؟ الناس تعرفي الناس كلهم ليس في الحديدة لكن في الحديدة وفي تعز وفي صنعاء مغلوبين على أمرهم، لأن الحوثيين يعني تعرفي يستخدموا كل وسائل القمع والإرهاب صحيح والخطف والاستيلاء على ممتلكات الناس. الناس بالفعل تعرفي سوف يتنفسون الثعلب حينما تصل الشرعية إلى المدن الكبرى زي تعز وصنعاء، والحديدة هذه هي مركز الانطلاقة الأخيرة. وأنا أتصور أن الضغط كمان اللي يعاني منه الحوثيين في معقلهم في صعدة كمان هذا يشكل رافع كبير جدا لاقتراب يوم النصر إن شاء الله بإذن الله. أهل الحديدة العاديين بطبيعة الحال سوف يسعدون كثير جدا حينما ينتهي اللي هو نعم سنتابع معكم على أي حال كل مجريات وعلى الميناء إن شاء الله معركة الحسم. شكرا دكتور حسن قايد صبيحي، كنت معنا من دبي.